الحقيقة أننا الآن بالنسبة للمندوبية السامية للتشطيب في مرحلة مؤطرة بالنموذج الجديد للتنمية الذي أقره صاحب الجلالة كأرضية لميثاق الوطني للتنمية. وبالتالي فمن بعد ما كنا نعتمد الأهداف ديال أهداف التنمية المستدامة ديال هيئة الأمم المتحدة كمرجعية لتقييم مدى تطور ومدى تقدم الاقتصاد والمجتمع المغربي في على أساس هذه المعطيات التي تقرها المعطيات التنمية المستدامة. أصبحنا اليوم نسعى إلى أن يكون المرجعية ديالنا في الدراسات ديالنا هي النموذج الجديد للتنمية. وبالتالي فنحن مقبلين على أن نقوم بدراسات ثقيلة قوية وبحوث ميدانية على الصعيد الوطني لمعرفة مدى تطور الاقتصاد ديالنا والقضايا المجتمعية ديالنا حتى يكون عملنا مبني على المعطيات المحينة.